في نهائي غابت فيه روح الأهلي، وفي نهائي غابت فيه شخصية الأهلي، وفي نهائي غابت فيه فاعلية الأهلي الهجومية بغياب وليد أزارو، وتحت صفارة أو قيادة تحكيمية عادلة من وجهة نظرنا ومن اللي احنا شايفينه أثيوبية عادلة، يعني ما فيهاش كلام غير بعض الحاجات الصغيرة قوي لا تذكر الحقيقة، يعني في قيادة تحكيمية أثيوبية عادلة بشكل كبير جدا جدا، الأهلي يخسر لقب 2018. مبروك للترجي على حسب التسعين دقيقة اللي موجودة في الملعب، خارج الملعب ما نعرفش الأحداث والدنيا مشيت إزاي لأول الماتش أو قبل الماتش أو بعد الماتش، لكن يعني روحنا الرياضية تقول مبروك للترجي، كان الأكثر فاعلية والأخطر وصولا على المرمى والأكثر تسديدا والأكثر استحواذا في عالم كرة القدم. يجي أو تأتي النهائي 2018 يتجدد فيه أشياء مطلوبة في فرقة النادي الأهلي، تدعيم أو ما شابه ذلك في الفرص اللي جاية أو في الأيام اللي جاية. على العموم الأهلي بيخسر لقب 2018 مع الترجي التونسي في رادس، والأول مرة رادس أو على استاد رادس أو حتى في أي مكان في العالم الترجي يفوز على الأهلي بفارق هدفين. النهاردة فاز فارق ثلاثة كمان، لكن لأول مرة ثلاث مرات اللي فاز فيهم الترجي على الأهلي كان فارق هدف واحد، موسم 2007 وموسم 2011 وموسم 2010. على العموم دي كرة القدم، الحمد لله على كل شيء. يبقى وصول الأهلي بالسلامة إن شاء الرحمن، بعثته جهازه الفني ولاعبته وكل المشاركين أو متابعين أو مسندين للنادي الأهلي. كابتن حمادة يعني هارد لك.